السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بألف خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. بالنسبه للفيديو ديال اليوم ان شاء الله، وكيف ما شفتوا معايا في اللقطات، ان شاء الله غادي نديكم معايا لعيد ميلاد ديال بنات صاحبتي وفاء. ان شاء الله بنيتها غادي يكملوا العام وغادي تفرح بهم، غادي لهم هكذا عيد ميلاد اللي يكون ان شاء الله زوين. هنا يعني كنت غاديه معاها في العشيه هذه باش نعاونها، راكم عارفين عندها وليداتها صغار، وهذا خلاص وفاء راها صاحبتي وبحال اختي من ايامات القرايه. ايوا صافي، كنحسبها بحال راسي، وقالت لي هكذا واش ممكن تعاونيني؟ قلت على الراس والعين، صراحه داك الشيء انا كما كتعرفوا كيعجبني بزاف. ايوا صافي، ان شاء الله ملي غادي نمشي عندها غادي نشارك معكم التحضيرات وغادي نشارك معكم الاجواء. خليكم معايا ان شاء الله، اكيد غادي نشارك معكم كلشي. واول حاجه قبل ما ننسى، ما تنساونيش من لايك والتعليق الزوينه ديالكم. وكيف ما قلت لكم، يعني جيت عندها في العشيه باش نبات معاها ان شاء الله، حيت الغد لي عارضه هكذا على الناس الغدا. ايوا صافي، هنا مول البوفي جاب ليها هكذا البوفي بالنهار، ديك العشيه زعما نهار قبل، حيت تبارك الله كانت عنده الخدمه. وبالنسبه للبوفي ما شاء الله كيف ما كتشوفوا معايا، حمقني الوان اللي هما راقيين صراحه. هي اللي اختارت اللوينات حيت دايره التيم ديال اليونيكورن، صراحه عجبوني اللوينات بزاف راقيين. يعني حتى بالنسبه للبوفي شي حاجه لي جديده. بالنسبه للبوفي خداته عند ولاد الحاج ابراهيم اللي فين زكان، تبارك الله راه غنيين يعني التعريف، عندهم الاختيار، عندهم داك الشيء زوين. المهم هو صوب ليها كل شيء، صوب ليها هكذا النفاخات كما قلت لكم، هي اللي اختارت اللوينات، صوب ليها هكذا النفاخات الطويلات على حسب اللون اللي بغات، كذلك الميلات. المهم كتختاري كل شيء. وحتى بالنسبه للقرعه ديال العصير دير ليها هنا، يعني كيخدموا داك الشيء بيرسوناليزي، دير ليها هكذا صورات ديال بنياتها، صراحه زوين بزاف. ان شاء الله غادي نخلي لكم هنا الانستغرام ديالو، واذا كنتم مهتمين نخلي لكم الرقم ديالو. صراحه حمقني البوفي شي حاجه اللي راقيه جدا. وهنا يعني وصل الليل، اول حاجه بدينا بها يعني بالنسبه للوفاء غادي دير ان شاء الله، بالنسبه للطبق الاول اللي غادي يكون عباره على الشوا، غادي دير هكذا الشوا مرافق بخضيره. هنا خدات الكتوفه باش تشرملهم. هنا بالنسبه للتتبيله درت هنا واحد الكميه ديال الزبده تقريبا 150 غرام مع ازير وشويه ديال السمن ومليحه والبزار. هذا الشيء فقط اللي درت، عرفتي ما نقولش لكم واحد البنه جات فيهم. صافي، هنا بالنسبه للحم فلحتو مزيان بهذه الطريقه هذه، ودخلت فيهم هكذا الفصوصه ديال الثومه، ومن بعد كدهنهم مزيان بديك التتبيله وغطاتهم مزيان ودخلاتهم باتو في الثلاجه باش الغد لي يعني غير غلفاتهم وصيفطاتهم هكذا للفران على برا. والطبق الثاني اللي غادي دير ان شاء الله، خدات هنا لي كوكلي، غادي دير ان شاء الله لي كوكلي هكذا مع السفاب بريستيج. صافي، هنا بالنسبه لي كوكلي صراحه ماشي كوكلي كوكلي، هما دجيجات تقريبا صغيورين تبارك الله مطيبزات. صافي، هنا بعد ما تغسلو وترقدو وتنشفو مزيان، وصافي هنا كانت حتى ماماها، المهم ماماها هنا اللي كانت كتصاوب الشرموله كما قلت لكم، هذا الشيء كامل درناه في الليل، يعني صوبات هنا الشرموله باش يبات داك الدجاج مشرمل. راكم عارفين الحاجه ملي كتشرمل راه كتجي بنينه وكتجي شاربه هكذا دوك التوابل. وهنا اكيد بعد ما نقينا الخضيره حتى هي، المهم انا قلت لها من الاحسن حيديها عليك حتى هي في الليل، يعني بالنسبه للخضره ملي كتبخروها راه كتبقى مزيانه، كتبقى رطبه وكتبقى محافظه على اللون ديالها. هنا درنا خيزو بطاطا اللوبيا والبروكولي. صباح النور، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ المهم اليوم النهار الثاني، كيما شفتوا البارح جيت عند وفاء في العشيه، المهم شرملنا وجدنا الحويجات اللي خصهم يتوجدوا قبل. دابا ان شاء الله راه تقريبا ها نتوما 8 ديال الصباح، هادي 8 الا ربع، غادي نبداو ان شاء الله غادي نديرو يعني الدجاج واللحم باش يطيبوا. اللي درتها ان شاء الله اكيد غادي نشاركها معكم ونخليكم معايا. وكيف ما قلت لكم، يعني هي عارضه هكذا على عائله راجلها الغدا هذا باش فقنا بكري. صافي، هنا بالنسبه للحم
درت ليه هنا البابي كويسون، درت ليه من بعد هذا البابي الومنيوم وصيفطته للفران ديال الزنقه. هنا دزت بديت كنقلي هنا اللوز، هنا ماما توفاء درت البصله للدجاج باش حتى هو يطيب على خاطرو باش يجي بنين. هنا بدينا كنوجدوا داكشي باش غادي نزينوا هكذا الصفه بريستيج، يعني باش نحيدوا علينا كلشي باش نتسناو. وهنا كانت ماما توفاء درت هنا الصفه بريستيج، صراحه جات بنينه بزاف. وهنا كان يلا وصل الديسير. بالنسبه للديسير خداوه من سوق الحوريه، راه ديجا خدينا منها فاش كانت الاخت انا تاع ولد خويا. صراحه كتجيبي الديسير جديد وكيبقى لك مزيان، وحتى الاثمنه صراحه كيكونوا زعما مناسبين. صافي هنا بعد ما غسلت الديسير كامل درتو هكذا في الشبيكات كيتقطر. وبالنسبه للبنان خلاص راه ما كيتغسلش، غير مسحتو مزيان هكذا من ديك الغبره ودزت قادي الطبيصات على هذا الشكل هذا. وهنا دزت الخضيره باش نصوطيها. ها نتوما كما كتشوفوا يعني الخضيره واخا باتت كتبقى في اللون ديالها وكتبقى رطيبه حيت مبخره. هنا درنا شويه ديال المليحه، بزار، كمون، شويه ديال الحامض وشويه ديال المعدنوس. بالنسبه للبطاطا شويه ديال الثومه بودره، شويه ديال المليحه، بزار، المعدنوس والزبيده. الخضيره كلها راها تصوطات هكذا في الزبيده باش كتجي بنينه وكتجي محمره. بالنسبه للبروكولي درنا ليه شويه ديال المليحه، شويه ديال البزار وشويه ديال الحامض باش كيجي هكذا محمض. اللوبيا كذلك شويه ديال الثومه بودره، الزبده، مليحه، بزار وشويه ديال الكمون وشويه الزبيده بلديه. صافي هنا الخضره ديالنا كلها واجده، والخس تا هو غسلته وخليته كيتقطر. هنا صافي كملت الطياب ديال الدجاج، ردات الدغميره كتغمر، وهنا الدجاج بدات كتدخلوا للفران باش يتحمر. صافي هنا بعد ما كملنا الطياب كيف ما شفتوا معايا، طلعت هكذا للصالون باش هكذا نبخرو. راكم عارفين الريحه ديال الطياب وهذا. صافي دوز هكذا البخور، صراحه واحد البخور زوينه ريحته بزاف، والله ما عرفت شو سميتو، ولكن واحد الريحه اللي رائعه. هنا غادي ندوز ان شاء الله نحطوا الغداء. هنا كان اللحم يلاه جا من الفران، المهم الفران اللي دار لي هاد التجميعه هادي. عرفتوا واحد الريحه وواحد البنه، عرفتوا بحال ديك الريحه تاع الشوا ديال العراسات بحال هكاك. صراحه الطياب ديال الفران الزنقه ماشي هما ديال الدار. صافي حاولنا اننا نقدموا في هاد لي بلا هادو لي اوفا، صراحه كتجي فيهم الحطه زوينه بزاف. كنت سولت عليهم في المحلات ديال الجهادي، لقيتهم ب 220 درهم الواحد. صراحه احسن الواحد يشريهم احسن من انه يبقى كل شويه كيكريهم. صافي حطينا اللحم بحال هكا، زيناه بهذه الطريقه هذه، ودورنا بها هكذا الخضيره اللي شاركت معكم اللي صوتينا هكذا في مقيله، وصراحه جا واحد الطبق اللي بنين بزاف. صافي هنا لي كوكلي اكيد بعد ما تحمر بدات هنا وفاء كتقادو هكذا في الطبيصلات. صراحه جا بنين بزاف. وبالنسبه لي كوكلي كما كتشوفوا قدمتو بهذه الطريقه هذه، يعني غادي تدورو هكا وغادي دير الدغميره في الوسط وغادي دير الصفه من الفوق. وصافي هنا بدات كدير هكذا ماما هاد الدغميره الوسط، عرفتوا واحد الدجاج راه ما شاء الله. ماما عرفتي واحد الرفيسه كانت كليسه عندها، راه الله يعطيها الصحه طيب من داك الشرفه. وصافي هنا دزت انا وفاء بدينا هكذا كنصاوبوا هكذا الطبيصلات ديال الصفه، المهم كنزربوا عليهم باش هكذا تحطوا هكذا سخان. بدينا كنزينوا هكذا بالشريحه، المشماش، اللوز، التمر معمر. صراحه جا واحد الطبق ما نقولش لكم، انا اصلا كنحمق على طياب ديال وفاء وديال ماماها، واحد البنه ما نقولش لكم. شوفوا لي تبارك الله التقديم كيفاش داير، والبنه راه ما نقولش لكم واحد البنه فيهم، يا سلام. وخلاص الديسير راه شفتوه معايا. ايوا صافي هنا كانت يلا وصلت لا كوموند ديال الحلوه، كما كتشوفوا معايا الحلوه جات زوينه بزاف. صافي هنا غادي ندوز ان شاء الله باش نبداو هكذا نعمرو البوفي. كما كتشوفوا معايا هنا اول حاجه دزنا هنا لي دونات، كما كتشوفوا عرفتي فنيونين فنيونين. المهم بالنسبه
الحلوه لي بوبس كيك لي كاب كيك لي ماغنوم ولي الصاب لي بيرسوناليزي صوبتهم عند واحد السيده فاضيصه صراحه عجبتني بزاف خدمتها كيما شفتوا معايا الدونات كي صغيورين ومفينين وزوينين صراحه حتى في المذاق صافي انا دزت بديت كنستف لي بوبس كيك تا هما يعني بالنسبه للذوق اللي كتحسبوا بالبياسه بالنسبه للمملحات وفاء لي صوبتهم يعني صوبت هكذا التحضيرات بداتهم قبل درت هنا لي بيتزا لي ميني برجر لي ميني تاكوس ودرت هنا بريوات ديال الحوت يعني كل حاجه باش معمره صراحه كل شيء كان بنين هنا كما كتشوفوا بالنسبه لي ماغنوم وصاب لي حتى هو وبعد ما استفنا كل حاجه في بلاصتها صافي دزت هنا باش نحط الحلوه في الوسط المهم هنا حيت داك السيبور حيت بان لي يعني طالع بزاف والحلوه طالعه غادي يدوز حدا شي واحد غادي يطيحها صافي هذا باش حيدته وحطيت هكذا الحلوه نيشان كما شفتوا يعني تبارك الله الوينات اللي متناسقين كلشي جاي مواتي الوينات اللي زوينين بزاف يعني تبارك الله عليها عندها الفينيسيون وحتى المذاق صافي هنا بعد ما دوزنا الاحتفال ديالنا صراحه دوزنا واحد العشيه اللي زوينه بزاف ضحكنا فوجنا الوليدات كان عجبهم الحال انا جيت نشارك معكم الطورطه كيفاش دايره من الداخل عطي واحد المذاق عطي راه تبارك الله ما شاء الله عليها البنه ما نقولش لكم وصافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى انه يعجبكم وصراحه دوزنا عشيه اللي زوينه بزاف كما قلت لكم فوجنا الوليدات حتى هما فوجوا لقاو راحتهم تبارك الله عطى الله الخير كلشي ناشط كلشي وعدك وصافي هذا ما كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى انه يعجبكم وما تنسونيش من لي لايك والتعليق الزوينه ديالكم وهنا غنقول لكم السلام عليكم الفيديو الجاي ان شاء الله وكنقول وفاء من هنا الله يحفظ لك بنياتك يا ربي وتشوفيهم كيف بغيتي